خلينا نروح مع حضراتكم بقى الموضوع الحقيقة يعني يفرح ويخلينا كده نتبسط ويخلينا كمان في حالة تفاؤل إن اللي جاي إن شاء الله خير. بقينا بنسمع على مدار الأيام اللي فاتت إنه في مجموعة من الطلاب في جامعة القاهرة، مجموعة من الطلاب في جامعة عين شمس، مجموعة من الطلاب في جامعات مصر الحقيقة كلها قدروا إن هم يعملوا مشروعات، خلينا نقول مشروعات تخرج أو أبحاث مهمة جدا، بس هنتكلم دلوقتي تحديدا عن مجموعة طلاب في جامعة أسيوط. عملوا إيه؟ قدروا إنهم يطوروا غواصة آلية متعددة المهام بتستخدم لأعمال المراقبة والاستكشاف تحت المية. الغواصة دي بتقدر توصل لأماكن عميقة جدا صعب على الغواصين إن هم يوصلوا ليها، فبتكون مزودة بكاميرات لاكتشاف الآثار في أعماق البحر، وكمان بتنقل كل أشكال الحياة تحت المية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مهمة الغواصة دي هي الخدمات البترولية بشكل خاص والخدمات البحرية بشكل عام، يعني مش لازم البترولية بس. بتستخدم ثلاث كاميرات للرؤية بدون رؤية واضحة، وجريبر ليه درجتين حرية يساعد البايلوت في امساك العناصر تحت المية، وست مواتير ثراسترز يساعدوها في التحرك تحت المية بدرجات حرية ملائمة للوظائف اللي هتقوم بيها تحت المية. بتساعد الإنسان في الوصول لأماكن ما يقدرش يوصل لها زي الضغط المرتفع او الاماكن الضيقه ان هو ما يقدرش يدخلها. في بعض المهام اللي بتعملها بتكون بشكل مانوال زي تغيير قطاعات معينه في الوصلات البحريه تحت الميه، وبعض المهام بتكون بشكل اوتوماتيكي زي التعرف على الاحياء تحت الميه، تحديد احجامها، تصنيفها والى اخره. قدرنا ان احنا نحقق احسن تصميم بحيث ان احنا نقدر نعمل كل المهام المطلوبه مننا باحسن فايده ممكنه. الروف عند الغواصة عندنا بيكون هدفها الأساسي إن هي تخدم البيئة وبعض المجالات الصناعية زي مجال البترول. الروف ممكن الغواصة عندنا ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا زي إن هي تاخد عينات من البحر في أماكن عدائية ممكن ما يقدرش غواص عادي يشتغل فيها، أو احترازا كسيفتي للراجل اللي هيشتغل هناك أو الغواص اللي هيشتغل هناك، بننزل الروف مكانه بحيث إن أداء المهمة أو الميشن كلها تكون بأقل مخاطر ممكنة. احنا ثلاث بنات دلوقتي في الفريق، واجهنا قسمنا بيننا الشغل، كل واحد فينا كان ليه مهام محددة، ولكن الشغل برغم ذلك انه ما كانش يعني كان سلس، برغم ان المهمة كانت صعبة شوية علينا. وانا حاليا ماسكه شغل الهاردوير، ان انا ازاي اخلي ازاي احدد الكومبوننت اللي احنا هنشتغل بيها، ازاي اشوف اذا كان الموتور ده هيسحب تيار قد ايه، ازاي هشوف اذا كان الباور سبلاي اللي معانا هيكفي الكرنت، هيطلع لي الكرنت والفولتج اللي انا عايزاه ان هو هيكفي المواتير وبقيه الكومبوننت، عشان كل ده بيساهم طبعا ان هي تشتغل بحركة أسهل وحركة يعني تكون سلسة. بدأنا تصميم الروف على أن هي تقدر تنزل على عمق 10 متر ده الديزاين اللي احنا كنا عاملينه، لكن هي ممكن تنزل على أكتر من كده بس هنضطر نعدل في الديزاين، لكن تقدر تنزل على عمق 10 متر. كان الهدف من الروف أن هي بتكون مسؤولة عن أول حاجة أن هي تعمل استكشافات في المحيط، سواء كانت تستكشف على آثار موجودة في المحيط أو على بترول أو أي حاجة، بالإضافة أن هي كانت برضو بتساعد على حل مشاكل التلوث اللي موجودة في المحيطات، أن هي تقدر تنزل على عمق الانسان العادي ما كانش يقدر ينزل العمق ده يعني بدون ما يحصل له اي اضرار. برضو كانت بتقدر تعمل حاجات تحت الميه، مثلا لو في خط انابيب بترول حصل فيه مشكله تسريب او حاجه، الروف ممكن بعد شويه تطورات فيها ان هي تقدر تساعد في ان هي تصلح العطل ده، وتقدر تعمل برضو مهام تانية كتير تحت الميه.